مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة لك. مشاهدينا الكرام، صدرت قرارات جمهورية، قرار جمهوري رقم 75 لسنة 2012 بتعيين الإخوة التالية أسمائهم في وزارة الداخلية بالوظائف المبينة: العميد علي ناصر لخشع نائبا للوزير ويرقى إلى رتبة اللواء، والعميد عبد الرحمن عبد الخالق حنش وكيلا للوزارة لقطاع الأمن العام ويرقى إلى رتبة اللواء، العميد الدكتور محمد علي الشرفي وكيلا للوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية ويرقى أيضا إلى رتبة اللواء. كما صدر القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2012 أيضا بتعيين الأخ اللواء محمد علي أحمد زلب رئيسا لمصلحة السجون، وأيضا قرار رقم 77 لسنة 2012 قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ العميد علي محمد السعيدي وكيلا لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. وأيضا مشاهدينا الكرام، صدرت قرارات رئيس الحكومة الأستاذ محمد سالم باسندوة، صدر رقم 128 لسنة 2012 بإجراء بعض التعيينات في وزارة الداخلية على النحو التالي: العميد الدكتور عوض محمد يعيش مديرا عاما للإمداد والتموين، العميد الدكتور أحمد علي المقدشي مديرا لأمن محافظة تعز، العميد أحمد صالح عمير مديرا لأمن محافظة شبوة، والعقيد فؤاد محمد يحيى العطاب مديرا لأمن محافظة إب، والعقيد حميد صالح الضراب مديرا لأمن محافظة مأرب، والعقيد محمد أحمد علي محمد مديرا لأمن محافظة الجوف، وأيضا العقيد فهمي حاج سعيد محروس الصيعري مديرا لأمن محافظة حضرموت الساحل، والعقيد أحمد هاشم الحامد مديرا لأمن محافظة حضرموت الوادي والصحراء. إذن مشاهدينا الكرام، وحرصا أيضا مننا لمواكبة الحدث أولا بأول، هذه القرارات صدرت يوم أمس، وبالتالي لكم كلمتكم في هذه القرارات الجديدة عبر الأرقام التي ستظهر تبعا على الشاشة وأيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك، والكل من حقه أن يعبر عن رأيه بكل شفافية ووضوح عبر هذا البرنامج المفتوح الذي هو يعتبر منكم وإليكم. وعلى الهواء مباشرة نستقبل أولى مكالمات هذه الحلقة عبر الأرقام التي ستظهر تبعا على الشاشة وهي موجودة الآن على الشاشة، وأيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك. وأرجوكم أن من يريد أن يشارك معنا في هذه الحلقة نتقيد بالموضوع المحدد لهذه الحلقة، وأنتم أيضا على موعد مع مواضيع متعددة ومتجددة مواكبة للأحداث أولا بأول. إذا نستقبل أولى مكالمات هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي ماجد؟ حياك الله أخي كريم، يا مرحبا. نتعرف عليك. زكريا من حرز. زكريا من حرز، يا مرحبا زكريا، تفضل الكلمة لك يا زكريا، والشباب يرفعوا لي الصوت شوية، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. نعم. هذه القرارات جيدة ومفيدة، وهو تغيير من الوجوه واستبدال القيادات، وهذا مهم في الدولة وفي إطار مؤسساتها الأمنية والخدمية. لكن أرجو أن لا نستبدل فاسد بفاسد، وأن لا نستبدل الغاش بأغش منه. الشعب اليمني سئم الفاسدين وسئم المنافقين والدجالين والكذابين والصرف. الشعب اليمني يريد تغيير حقيقي. نعم. وما خرج الشباب وضحوا بأنفسهم في الساحات وفي المظاهرات، وضحى الشباب بخير شبابهم في كل مسيرة وفي كل اعتصام، إلا لكي يجد تغييرا ملموسا على الأرض لكي يطهر الشعب من الفساد ومن الظلم الذي طرأ عليه. أرجو من سيادة رئيس الجمهورية أن لا يدمر الفاسد بفاسد، وأن يحول الفاسدين المشهورون بفسادهم إلى المحاكمة، وأن يأخذ عليهم القصاص العادل. وأرجو من سيادة الرئيس أن ينظر أوامره وقراراته ويقضي على علي عفاش وإبراهيم مدرن الذي ارتكب أبشع الجرائم في حق الشعب اليمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك أخي زكريا من حرض. يبدو من خلال أيضا مداخلتك أنك ترفض مثل هذه التعيينات الجديدة. مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الكريم، تعرف عليك. الشيخ أحمد بن حسين سرحان محافظة الجوف برص رجوب يدو حسين دهم. يا مرحبا بك أخي الكريم، تفضل الكلمة لك حول الموضوع المحدد لهذه الحلقة والقرارات الجديدة برأيك، كلمتك في مثل هذه القرارات.
أخي نحييك ونحيي الطاقم ونحيي أبناء الشعب اليمني، وإن القرارات الجديدة تبشر بالخير إن شاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، وإن نحن ننتظر مستقبل أفضل للتغيير في المديريات وفي الأمن وفي الصحة وفي الطرقات وفي جميع مجالات الحياة. لا، الأول كان البني غير صحيح وغير نظامي وغير هناك إهمال من كل باب، يعني بيعتل في كل محافظة في كل مديرية. ولكن هناك أنا من وجهة نظري والأمر الماضي أن يكون هناك عقوبة على كل مهمل الذي في المديرية أو بالأمن، أو لأن الأمن هي العيون الشارع والشرطة العسكرية والجهات المعنية، لأن المواطن هو يعتبر سند لهذه البيوت. فعلينا جميعا أن نكون عند حسن الظن والمستوى من أجل مستقبل مشرق. أولا نسعى لإشراقة الشمس على اليمن جميعا، ونحن مسؤولين أمام الله والشيء وبالمقدمة الدولة وثاني باب الأمن، ثم احنا المواطنين سند لهم. نحن في محافظة الجوف نرحب بالإجراءات الأمنية ونعلن تأييدنا ومساندتنا للرئيس عبد الله منصور هادي، ونأكد لهم ان احنا ضد الفساد في كل المجالات، وندعي رجال الأمن ضد كل متخالف. ولكن نحن ندعي جميع الشباب بصفتنا الشباب المستقل في ساحات التغيير ان يحترموا حقوقنا والباب، وان يكونوا يعتبرونا من الرجال الذي ضحوا ومن ذي ساند الثورة، وأن يكون لنا قيمة، ليس الأحزاب تلعب بنا كيف ما تريد أو تشتت بنا. إما المجال الثاني يجب أن الجميع ينظروا إلى مستقبل اليمن المهم، وهو البترول الذي في الجوف عليه مؤامرات. والبترول تعلموا يا أخواني أن الجوف فيها بحر من البترول الذي يقدر يغني الشعب اليمني. إن شاء الله سنفتح أخي أحمد. لو سمح أمرك، لو سمح أمرك، والبترول يعتبر إنه ملك للشعب اليمني. في كان شخص ضد شخص، والحق علينا جميعا أن نسعى لإخراج البترول هذا في أقرب وقت ممكن لإمداد هذا الشعب. إن شاء الله سنفتح مشاكل كل محافظات. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله سنفتح مشاكل كل محافظة على حدة، وبالتأكيد هناك مشاكل ليس في الجوف فحسب وإنما في كل المحافظات اليمنية شمالها وجنوبها. إذن بالتأكيد مشاهدي الكرام، عندما نقول رأينا في مثل هذه القرارات أو غيرها أو أي قرار تصدر من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ليس معنى ذلك أننا ضد الرئيس أو ضد رئيس الوزراء، وإنما من حق الجميع أن يقول للرئيس أخطأت إن أخطأ، ومن حقي أن يقول أيضا أصبت إن أصاب. وبالتأكيد نحن في زمن الحرية والكرامة، لقد ولى زمن الظلم والاستبداد، وبالتأكيد من حق جميع الشعب أن يقول رأيه بكل شفافية ووضوح. نستقبل أيضا المكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو، مرحبا. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا أخي كريم، تعرف عليك؟ أحمد علي عابي. أحمد علي عابي. من أين يا أحمد؟ أنا من المملكة العربية السورية. تفضل يا أحمد، الكلمة لك. ألو، تفضل يا أحمد، الكلمة لك حول هذا الموضوع المحدد أو الموضح على الشاشة، كلمتك حول القرارات الرئاسية والوزارية الجديدة. أحمد، يبدو أن عندك مشكلة يا أحمد، لكن إن شاء الله ستعاود الاتصال بنا مرة أخرى. مكالمة أخرى. السلام عليكم. يا مرحبا أخي كريم، تعرف عليك؟ من؟ ما سمعت اسمك أخي؟ بشير. يا بشير. أيوة. بشير. من أين يا بشير؟ أنا مارب. يا أصحاب مارب، يبدو أن التغطية عندكم ضعيفة، لكن على كل حال تفضل، نتمنى أن احنا نسمعك بشكل جيد، تفضل. أخي القرار أني مهم لأهل الوطن. ألو، تفضل يا بشير. القرارات حق رئيس مدر قامصر هادي هي السير نحو الاتجاه الصحيح، يعني هي قرارة خير من المحافظة نعرف، يعني مثلا يعني داخل محاولة في جهة سلاحة، يعني يعني هو مثل الأمن ضروري المعارض نعرف. شكرا لك يا بشير، يبدو أن لديك مشكلة في التغطية، لكن على كل حال
يبدو أن رسالتك وصلت وأشكرك على محاولتك المشاركة معنا في هذه الحلقة مشاركة أخرى. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. مرحبا أخي الكريم، تعرف عليك؟ أنا أنور الحاوري، أنا مصور. من؟ أنور الحاوري. يا مرحبا الزميل أنور الحاوري، تفضل يا أنور الكلمة لك. أكلمك من إد. يا مرحبا أنور، والله شرفتنا في هذه الحلقة، وفي الحقيقة أنت منور الاستوديو بوجودك وأيضا منور الاستوديو اليوم أثناء غيابك بهذا الاتصال، تفضل. طاقم طبعا بيسلم عليكم من داخل أبل الأستاذ محمد الحاوري والأستاذ محمد الزنجليلة، وأنا أقول لكم بالنسبة لقرارات الرئيس لابد الآن بعد ترشيح مرسي رئيس مصر، لابد أن الرئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي أن يحسم الآن الأمر. نعم. وأن تكون قراراته لابد أن تكون حاسمة. نعم. نعم. أخي أنور. اسمعني أخي ماجد. نعم نعم أسمعك، تفضل. لابد القرارات أن تكون حاسمة من الرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. اليوم الأعراس في صنعاء يعني طلقات النار كثيفة جدا، حتى أمس أصيب أحد أصدقائي ممن أعرفهم بطلقة نارية طائشة. نعم. جاءت بسبب عرس في العاصمة صنعاء. نعم. وجاءت وسكنت علي والآن في المستشفى راكد. فنريد الآن من رئيس الوزراء قراراته ورئيس الجمهورية أن يتخذوها بجدية. نعم الحمد لله على سلامتك، سلامة صديقك أخي أنور، وأرجوك أن تبلغ النجم محمد الحاوري وأيضا المخرج محمد الزنجبيلة التحايا والتقدير، ونتمنى لهم التوفيق في تصوير، هم الآن يقومون بتصوير برنامج رمضاني، نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله سيكون البرنامج الأول على مستوى القنوات اليمنية. أشكرك أخي أنور الحاوري على مداخلتك معنا. مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام الله عليك. ألو. مرحبا السلام عليكم. لا مرحبا. مرحبا أخي كريم، تعرف عليك؟ محمد. محمد عابد. من أين يا محمد؟ تفضل يا محمد الكلمة لك، وأتمنى أنه يكون الصوت واضح، تفضل يا محمد. يا أخي الحكومة لم أسمعك يا أخي محمد، كنت أتمنى أني أسمعك بشكل جيد، لكن على كل حال لا أدري ما هي المشكلة، ربما التغطية عندك ضعيفة أو لا أدري ما هو الخلل، لكن على كل حال محمد. ألو. فقدنا الاتصال. أيوة سامع. مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام. إذن لازال محمد معنا، تفضل يا محمد، أتمنى أني أسمعك بشكل جيد لكن يبدو أن الصوت عندك في مشكلة، تفضل. يا أخي هذا الحكومة اللي أوقفت دائرة المحافظة يا أخي. ألو. إذن أعتذر منك أخي محمد، وأتمنى أيضا أنك تحاول معنا في ما تبقى من وقت هذه الحلقة، لكن على كل حال أشكرك على مشاركتك معنا. مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي الكريم، تعرف عليك؟ هذا حسين عابد. يا حسين عابد. يا الله، هذا حسين عابد. عابد حسين، من أين عابد؟ من صنعاء. تفضل يا أخي عابد، الكلمة لك. يا أخي من أجل يعني التعيينات، بعض التعيينات بهذه يعني قد أساءت للنظام ولل دولة الاقتصاد الوطني، من مدير إدارة التضاعف يعني المفروض يبحثوا كيف يعني حجم الملياراتي بالسفن وإدارة التضاعف، من كانت مع الاختلاف وكل الحدثات التضاعف الذي في إدارة التضاعف يزيدون الضوء إلى وكيل إدارة الداخلية سبيل المالية بكلها، يعني المفروض من القرارات في الدولة الاقتصاد لا مجابلة من بعضهم ولا الفلسان. نعم شكرا لك أخي عابد حسين، انقطع الاتصال لكن على كل حال وصلت رسالتك أخي الكريم. مكالمة أخرى. السلام عليكم. ألو السلام عليكم أخي ماجد. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي الكريم، تعرف عليك؟ معك زياد الرائي أخي العنج المارب. حياك الله أخي زياد الرائي من المارب، تفضل الكلمة لك يا زياد. أولا يا أخي العزيز، نحن نؤمن بمبدأ التغيير، هذا شيء لا بد منه. نعم. الجميع يؤمن بمبدأ التغيير، وأصبح الآن وفي الظروف الحالية وكل مطالب الثوار في الساحات أن التغيير لا بد منه حتميا. نعم. وأي قرارات جديدة نعتبرها تحولا جديد نحو التغيير. أما لا
لأشخاص وما أشخاص. نحن نثق بالقيادة السياسية ونثق بالأخير رئيس مجلس الوزراء ونأمل أن تكون قراراتهم صائبة. نعم. لأن تختاروا كفاءات. كفاءات من ذو خبرات طويلة وخاصة بالأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية لابد ما يتم إعادة ترتيبها، إعادة هيكلة وزارة الداخلية. نعم. في إطار إعادة هيكلة الجيش. لا نريد ترقيعات في مجال الأجهزة الأمنية والجيش، ترقيعات على أساس أن كي لا تضيع المطالب الثوار الذي طالبوا في إعادة هيكلة الجيش والأمن. نعم. هذا لابد منه ضروري. نعم. أما يا أخي العزيز، وأريد أن ننبه الحكومة أو أن أنوه إلى قانون التدوير الوظيفي. أين جاء قانون التدوير الوظيفي؟ هل قانون التدوير الوظيفي مربوط بجذب سياسيا أم أنه قانون لابد من تفعيله وهو قانون قوانين البلد؟ نعم. نعمل حكومة الوفاق أن تسرع في القانون التدوير الوظيفي. سمعنا قبل شهر بأن الحكومة أعطت مهلة لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإصدار اللائحة آخر الأسبوعين. ها نحن اليوم في الشهر الثاني لم يصدر حتى قانون التدوير الوظيفي. نعم. أيضا يا أخي العزيز، الشعب اليمني جميع منتظر للتغيير، وهذه هي اللحظات الذي نحن طالب الحكومة وطالب رئيس الجمهورية بسرعة التغيير. لا يكون يتلقى شهر أو شهرين وأصدر عدة قرارات، ولكن نريد تغيير مستمر. أيضا في الجانب في وزارة التخطيط، أمس أيضا كان في قرارات في وزارة التخطيط نؤيدها ونشكر وزير التخطيط والتعاون الدولي، لأن هذه الوزارة أصبحت وزارة مهمة. وزارة التخطيط تخطط استراتيجيا لمصالح البلد استثماريا واقتصاديا. نعم. ما نتج الآن من مطمر المانحين، أنا أعتقد أنه خلل كان في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. هذا ما أردت أن أقوله يا أخي العزيز، وشكرا جزيلا. أشكرك أخي زياد الرعي، وبالتأكيد الأخي زياد والجميع بالتأكيد هم يؤكدون على هيكلة الجيش أولا قبل كل شيء، وإن شاء الله يتم هذه الهيكلة عما قريب. مكالمة أخرى أو أقرأ بعض التعليقات على الفيسبوك، إذا نستقبل مكالمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أخي كريم، تعرف عليك؟ عبد الباقي علي جراد. عبد الباقي، من أين عبد الباقي؟ من محافظة حجه. تفضل أخي عبد الباقي، الكلمة لك. والله قرارات الأخ الرئيس عبد ربه تمام، بس مشتي يتخذ قرارات ضد الحوثيين اللي في المدينة كشر. وأي واحد عبد قرارات الرئيس هذا إنسان مخرب. يعني مبدئيا أخي كريم أنت تتفق مع القرارات التي صدرت يوم أمس بشأن التعيينات؟ نعم نعم نعم، أنه يغير الفاسدين في الأرض. نعم. ويختار شخصيات وطنية يعمل لصالح الوطن. نعم. أشكرك أخي عبد الله. أشكره، ولكن الشديد يتخذ قرارات ضد الميليشيات الحوثي الذي تقتل الأطفال وتشرد الناس من بيوتهم منازلهم باطل. بالتأكيد أخي، الشعب بحاجة إلى قرارات كبيرة وجريئة في كل الإطارات حتى يعيش هذا البلد في أمن واستقرار. أشكرك أخي عبد الباقي من محافظة حجة. مكالمة أخرى، السلام عليكم. إذن سأقرأ بعض التعليقات المشاهدين على صفحتنا على الفيسبوك، والبداية من مراد أحمد يقول: لا فائدة، نحن نريد إقالة أبناء المخلوع وابن أخيه. أبو نوفل النهدي يقول: بالتوفيق، ربي يصلح اليمن إلى ما فيه خير، قولوا أمين. اللهم أمين. محمد شهبين يقول: إن شاء الله قرارات موفقة، ولكن نريد قرارات بإقالة أبناء المخلوع، هذه القرارات التي ينتظرها الشعب، وبعدها بإذن الله ستكون اليمن بأحسن حال بدون المخلوع وأبنائه وأزلامه. صالح البرهمي يقول: متى ما تم إقالة وتصفية صناع الفساد والتخريب فسنقول حيا هلا ومرحبا وشكرا، ولكن حتى الآن لا ندري لماذا التأخير في إقالة أبناء وبطانة المخلوع. هل هو عصي أم تجاهل ولا مبالاة بمطالب الثوار؟ نورة الزماري تقول: بعضها جيد وبعضها، تقصد القرارات، بعضها جيد وبعضها لا، لأن معظمهم بلاطجة وممن شاركوا في قتل شباب الثورة. نريد عزل أحمد علي ومحاكمة العساكر المتهمين في قتل شباب الثورة، ونتمنى أن الرئيس يحاكم العوبلي وقيران وضبعان وغيرهم المعروفين. وتحياتي، دامة اليمن والشعب بخير. شريان الأرحب يقول: القرارات جيدة ولو أنه تأخرت شوية، ونحن في انتظار قرارات الأهم لكي نحس كثوار أن ثورتنا ما راحت سدى، ما ذهبت سدى. ونتمنى من برنامج الكلمة لك أن يكون موضوعه في حلقة القادمة في أرحب إن شاء الله. أخي شريان، هذه ملاحظة أيضا مهمة.
أحمد الشريف يقول إن شاء الله إنها بادرة خير لغد أفضل. علي ناصر الملجمي يقول قرارات التوريث يا مشير من تستشير، ماذا جرى لك يا ابن هادي، وما هو تعريفك للتغيير، وهل هو تغيير للنظام أم أنه من وجهة نظرك استبدال الآباء بالأبناء؟ لقد قبلناك رئيسا وتحملنا كثيرا، ظنا منا أنك قد تكون رئيسا لكننا لن نصبر طويلا. جلال الحطام يقول لن تستقر البلاد ويصلح حالها إلا بتطهير المؤسسات العسكرية والأمنية ووزارة الدولة ومؤسساتها من بقايا النظام وشركاء الفساد الذين كان لهم يد فيما وصلت إليه البلاد من حالة سيئة، كما أن على الرئيس والحكومة تغيير الأسلوب والآلة التي كان يتعامل بها النظام السابق وعدم تكرارها وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والضرب بيد من حديد على من يخربون الكهرباء أو يفجرون أنبوب النفط ويقطعون الطريق. هزيم بن غازي يقول قرارات رئاسية لا بأس بها، نحن نريد قرارات بفك المعتقلين وبتسوية الوضع أكثر، وقرار بهيكلة الجيش، وقرار بمحاكمة القتلة، تسوية العدل. ريان المجيد يقول إيش من قرارات وإيش شكل الوضع، ما يطمن والله يعين، القتلة يعينون مناصب وما استفدنا شيء. صدام الجراد يقول إنما السيف بالسياف، نتمنى أن تعمم هذه التغييرات على جميع أنحاء الجمهورية ونلمس عملهم على أرض الواقع وأن تبسط يدها بقوة على المتلاعبين بأمن البلاد لا أن تحاورهم، فنحن هذه الأيام ضحايا وفريسة سهلة لمن هب ودب من المجرمين والمخربين، وعلى قيادة وزارة الداخلية أن تقف عند المسؤولية الكاملة لعملها، وفق الله الجميع. إذا نتوقف عند صدام ونواصل أيضا استقبال المكالمات. إذا المخرج يشير إلى أن هناك فاصل ومن ثم نعود. إذا مشاهدي الكرام سنعود بعد الفاصل لأيضا استقبال مكالماتكم ومشاركتكم على صفحتنا على الفيسبوك في برنامج الكلمة لك وفي هذا الموضوع الهام القرارات الجمهورية الجديدة. إذا فاصل ونعود، تفضلوا بالبقاء معنا.